هلا بالحلوين ابو سيرم زباك يا حبيبي الكاوبوي ابو سيرم. اوكي انا كاوبوي توداي معكم الكاوبوي ابو سيرم. ايش في شعره كذا؟ رجع يا حبيبي الكاوبوي. اليوم يا اخوان ابي اوريكم، اوكي سويت مسابقه. نعم طبعا الفائز الاول ياخذ قرد، ياخذ قرد ايش اسمه البانيو مونكي، هو القرد الابيض كذا شويه لونه مايل للوردي. فما علينا خلونا نخش في الفيديو او معليش، فنشوف مين اللي راح يفوز. فيا اخوان قلتم المسابقه اعطيكم حرف وتطلعوا لي اسم، زي مثلا اقول ميم، زي مثلا اقول باء بصيره زي كذا، اوكي ميم محمد زي كذا يعني، ان شاء الله انكم فهمتوا يعني. وهنا بديت طبعا انا اعطيتهم بروفه، قلت لهم كذا وقالوا فجاه ما يا محمد ها. اوكي طبعا هم اربعه اشخاص، فكروا مين اللي راح يفوز. في واحد كان من ضمنهم فعل هاك ما شاء الله عليه، كم مره. طيب وهنا بديت اعطيهم اسم حرف الفاء، فهد. شو اثنين قالوا فهد، في واحد يطلع مربعات. الأمانة هذا اللي يطلع مربعات يعني انا اول. طيب صاحب التيشيرت الابيض، طبعا في اثنين تيشيرت ابيض بس هذا اللي عنده رسمه هنا قلب وهنا بس يعني كذا، جاوب وطبعا كان فعل هاك. كنت اول ما ارسل السؤال يرد بجواب في اقل من ثانيه، فديم ما شاء الله. وهذه هنا قاعد تسال تقول كم نقطه، فقلت انا 3 نقاط. حرف اسم نون، ناصر. ديم يا الهاك، قال لكم انه هاك والله فعل هاك. طبعا الان المتصدر ابو تيشيرت فيه قلب ماخذ نقطتين، لحد الان هو اللي مسيطر ما شاء الله. فنشوف لما انا مطفر يعني، للاسف ما قدر يخمن يعني كان يناظر يعني كذا بس يناظر اسم حرف النون، كان مفهي شوي والله او انه ما نام زين. ف ان شاء الله انه يجاوب اسم حرف، انا بعطيهم شيء صعب، حرف الكاف. وشو اسم حرف الكاف؟ كاف كريم. دام طبعا من اليوم قاعد الاخ يجاوب مربعات، فالبنت هذه الحين اول نقطة لها، واللي فعل الهاك الظاهر ان الهاك خرب عليه شوي. ف نظر في الجدار انا ايش سويت، فكملت انا اسم بحرف الباء. من اللي جاوب؟ من اللي قال بودي؟ بودي ايش؟ بودي ايش؟ حياتكم قد سمعتوا باسم بودي؟ يا بودي؟ انا اول. طيب اخواننا انا الحين انا زعلان ليش مطفر راح جلس قدام الزاوية كذا ناظر فيها. شوفوا والله من اليوم كله راح يناظر فيه، انا زعلان عليه يعني، احزنت عليه وقلت له لا تطلع، انتوا كلكم فايزين، ما حد راح يخسر عند بصيرم، وراح ما راح احد يطلع من بيتي الا هو مبسوط ان شاء الله. فقاعد يفكر مسكين. فهنا اعطيتهم اسم بحرف اللام، الحين بتقول لام اسم حرف اللام ايش؟ لمار. لام لمار. لا غلط، اللي مفعل الهاك بغى يكتب لما، اصلا لما مكتوبه غلط، المفروض الف على ما اعتقد يعني. طب البنت هنا نقطتين، وابو تيشيرت ابيض في قلوب عنده نقطتين بعد. الحين كذا في جولة تنافسية بينهم الاثنين. رجع مطفر يروح يشوف المسبح، يشيك يشوف في سمك. طبعا زعلان وقف بجنبي. اسم حرف السين، سارة. يا لطيف فاز يا عيال فاز.
يا عيال فاز الهاك فاز. الحين طبعا كلهم يقولون غش. اوكي طبعا انا خفت منهم لمانة، لانهم كانوا بيضربوني انا يوم قلت للفائز. انا حاولت اهرب منهم، طيب انا حاولت اهرب منهم، فهذاك قال لا غش وما ادري ايش، لا تحلف لا تقول والله، والبنت هذيك تقول رحلة اقرصك مع اذنك. فخفت انا يا شباب، قلت لهم هدوا اللعب شوي. هو فاز للامانة، وعندي التصوير وبتشوفون التصوير قدامكم ان شاء الله. ف جاء ذا التيشيرت الابيض اللي ما شارك ولا شيء، مطفر طبعا مطفر، جاء قال ايه انا فايز ايش في ويعطيني بوكس هنا، اعطيته حيوان يعني صراحه بغى يجلدني زمان. جمعوا كذا كلهم فجاه وصارت مشاكل، انا فايز لا تحلف وقمت تقوم مضاربه، ففرقت بينهم شوي. انا الحمد لله جاني بس كف هنا خفيف، وجاني هنا بوكس، والبنت هذه حطت اصبعها في عيني، وقلت لهم خلاص كلكم فزتوا يعني، اعطيتهم كلهم حيوانات يعني. زعلوا علي فجاه كذا يعني ما ادري ليش. طبعا مطفر قدامكم يعطيه العافيه، اعطاني هديه بس يعني من كثر ما هو مطفر اعطاني بس. اشوفه كيف شوف الناس يعني ما شاء الله عليها تعطي هدية. وطبعا هنا اللي دائما المفعل الهاك اللي فاز بثلاث اسئلة، اعطيناه القرد الابيض وهو يفكر مقلب يعني. طبعا الحين هو ساكت، ها هذا مقلب ولا لا، يمكن مقلبني ابو صيرم. فاعطيناه القرد زي ما تشوفون قدامكم، اخذ القرد ما ادري منو هذا اللي طلع وزعل. هذاك خش فجأة كذا كتب خوي ابو تيشيرت برتقالي، ف هذا قال له اعطاك، فكرني ما اعطيته يعني، فكرني مو قد التحدي. فاول ما شاف القرد معه قال لا غش تعيدون الجولة الان. قلت له هد، فقلت له لا تزعل، سويت له تريد بس تتهنى مبروك، ويكنسل التريد، اسوي له تريد مره ثانيه ويكنسل التريد. فالبنت طلعت وجات الحين ايش السالفه، ها ايش فيها، فشافت القرد معه وعصبت شوي ورجعت حطت اصبعها عينها، فحطت اصبعها في عيني مره ثانيه، فعطيتها حيوان يعني نشوف ايش عطيتها حيوان. طبعا هذا اللي اعطاني شوف مطفر مسكين والله، مسكين واقف وراء الشجره مدري النخله زعلان شوي. طبعا هذا اللي اعطاني البسة هديه، عطيتها حيوان نيون بعد وليجندري. اوكي فما انتهت القصة يعني، وزعت لهم كذا حيوانات حلوة، فقاموا مرة ثانية تهاوشوا ايه ليش ذا احسن مني ايه، وتجي البنت حط اصبعها مرة ثالثة في عيني. طبعا جات هي قالت مين فاز، انا كنت اسوي كذا يعني خايف تحط اصبعها مرة ثانية في عيني، فقلت لها صراحة. فطبعا هذا قال صراحة ما رضيت، جاه لجندري نيون قال لا ما رضيت، انا ما رضيت. قال طبعا يبغى يكتب يا اخي حرام، قال يا اخي حلام. فطبعا تواصل مع بعض، قالت له غش، وقال ايه والله غش شو نسوي يعني. فانا قال لهم يعني لا حد يزعل، طبعا هذا نيون ليجندري، انا يا اخوان والله ما يهمني اهم شيء. طبعا كتب اه وش الدم، فيستاهلون تستاهلون يا متابعيني، انتم احسن ناس، وشكرا على دعمكم لي للامانه. لايك يا ولد لايك تكفى. فاعطوني لايك واشتراك، واذا اول مره تشوفني اشترك يا حلو. انا محب للعبه هذه، اللي ما يعرفني انا بصيرا
اوكي، وهذا هنا اعطيته الكستنا، ما ادري ايش اسمه، اسمه غريب، ناروتو، نيون بقى ليجندري نيون حيواناتي كلها راحت، حيوانات بصيرهم كلها راحت. طبعا وزعت عليهم، طبعا مطفر انبسط، شاف كأنه شاف ميجا شات وجا، يعني الله يجعله دوم ان شاء الله، همش ان امه يعني انبسطوا وكذا عقبال ما نخش. يعني هذا برضو للحين اعطيته قاعد يقول لا قهر يا والله انت القهر. طبعا جاء قال لي شكرا وانا قلت له عفوا. طبعا رأيت التيشيرت البرتقالي هذا قاعد يناظر اشوف العالم عندها نيون ليجندري ليش، وانا فبس اتمنى ان شاء الله نلعب برضو مع بعض وكذا يعني. اوكي صراحة انبسط، انا ما اسوي مسابقات يعني، بس تكفون لحد يعصب لحد تقول لها ظلمة، وهذا اهم شيء البنت هذه لا تجي، لان صراحة عيوني خلاص صرت ما ادري اشوف فيها، يعني كل شوي قالت غش حط اصبعها في عيني. فلا تنسون اللايك والاشتراك حلوين، كان معكم محمد ابو صيرم، مع السلامة.